احنا اتكتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا، واللي راحوا احنا مش اغلى منهم. اللي بينا مكمل يوم الدين يا باشا. العمليه المره دي صعبه مش سهله. تمكنت قوه من تصفيته بعد معركه طويله نتج عنها استشهاد الملازم. ولازم اول هشام الشرقاوي يوم فرحه بقى يوم جنازته. جاي عشان اطمن عليك يا سليم، ولا اللي بينا ما يخليش قلبي يدخلها من مكانه لما اعرف اللي حصل. قررنا لك اتمضى امبارح بمساعد اول وزير الداخليه. ايه بس انتوا كده بتقدروني، وقعت لك العاشور ما قدرش الجهاز كله. احنا ظباط يا سليم، لما بنتكلم في امر ما بنسالش ليه، بنسال امتى. العربيه دي عليها حصانه. وقف يا ابني على جنب. ده بينه مات يا باشا. يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني وقالوا ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش، وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعاده اللواء صباح الفل. انا اسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما انا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقه مش خير، حد من ولادك عمل معايا غلط كبير قوي. انا ما رضيتش ان انا اكبر الموضوع، اعمل استجواب لست الوزير في المجلس، قلت اكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. انا احكي لحضرتك. وعليكم. ازيك كاستا محمود؟ السلام عليكم. صباح الفل يا دكتورة. ازيك يا استاذ فريد؟ ازاي ابنك مين عامل ايه؟ خد الدواء الحمد لله بقى كويس؟ اه والله من ساعة ما خد اللبوس اللي انت كتبته له ده وبقى زي الفل. تسلم ايدك والله، حاجة تمام يعني. لبوس ايه يا راجل؟ ده استحلاب بيتاخد في البق يا ناس، استحلاب في البق يا دي الناس. مرحب برجوعك لينا، نورت الحارة يا ريما. ايوه عبد الله على السلامة ابو خليل. الحمد لله على السلامة. ايه يا عبد المطلب؟ هو انا كنت جاي من ليبيا؟ دخلتك علينا الحارة بالدنيا وما فيها. بقول لك ايه، المعلم عاوزك جوه. طيب يا سيدي ابقى عدى عليه بالليل يعني. لا ده حوار مهم وما يتاخرش. ما يتاخرش ليه؟ جاي له الطلق ومستني الحقنه. اخلص يا ابراهيم، المعلم مستنيك. ايه يا باشا الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني اللي سمعته يا سليم، والوزاره عندها خبر بالموضوع ده، وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهارده. تفتيش ايه ومصر ايه؟ كل ده عشان حته عيل زي ده؟ سيبك بقى يا سليم من فتحه صدرك دي، لان الموضوع شكله كبير. ونصيحه من اخوك، حاول تكلم حد. اتكلم حد؟ هو لو لاقي حد كان زماني قاعد هنا. خلاص حاول ترتب كلامك انت كده كويس وتلم الموضوع في التحقيق. هو الواد ده تعمله في ايه؟ مالكش دعوه بالواد. يعني ماليش دعوه؟ مش اللي جايبه. اه بس انت مالكش دعوه من دلوقتي بالتحقيق ده، ويلا بقى اتكل على الله وربنا يسترها علينا وعليك. ماشي. اشرب الشاي يا ابراهيم، ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقي وحقيقي. ناس غلابه يا معلم. وحسيت ولا الغنى؟ هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم، بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. وديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت باصص ل 2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايا وغلابه وما لهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شيك. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشوية. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. أنت بتخوني يا إبراهيم؟ كله بالدفتر، واسأل زلطة، حد الله بيني وبين الحرام. حرام إيه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التأخير عليه فوايد. أنا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات. انا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم؟ قول. اديني بفلوسي بضاعه ونبقى خالصين. بضاعه؟
بضاعه ايه يا معلم؟ هو انا عندي بضاعه بتاجر فيها ولا حلت حاجه؟ حلتك. انت مش ماسك عهده المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها؟ اديني بفلوس بضاعه، شويه حقن مورفين على شويه ترامادول، تشكيله. استغفر الله العظيم من كل ذنب، اعوذ بالله من غضب الله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح ابو خليل، وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبه ولقمه عيش ليك وللبنات. لقمه عيش بس يا معلم؟ اكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعه امانه عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان اديها لك تبيعها للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكايه مش سهله كده يعني زي ما انت فاكر. ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارق وفيها حكايه كبيره يعني. بص ابو خليل، كل ده ماليش فيه، ده شغلك وانت تعرفه بمعرفتك. خلصه بمعرفتك هتلاقي 100 حل. يومين تفكر وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتى، يا اما بقى تقول لي هتسلمني الحقن ازاي. الله يخرب بيوتكم. حبك تحششوا وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم. والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي. يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هم هيسيبوه يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوب ناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل بقولك عليه. وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعد عليا بكره. يا موزة ما تيجي شوية. صدقني يا ياسر، أنا فكرت أنت فعلا إنسان كويس قوي ومفيش زيك وأي واحدة تتمنك، بس أنا باب الجواز ده قفلته من زمان ومش ناوي أفتحه تاني. وأنا مستعد أدور على كل المفاتيح اللي في الدنيا، بس المهم لما أفتح الباب ألاقيكي. وبعدين يا فريدة، يعني أنت مش شايفة أن الكلام اللي أنت بتقوليه ده لسه بدري عليه؟ خصوصا لما تكون واحدة في جمالك وفي شياكتك وفي سنك. سني ايه بس؟ وبعدين انا خلاص بقيت بتعامل ان شغلي هو اهلي وبيتي وعيالي وجوزي، ومتهيألي عشان كده انت بقى كمديري مبسوط مني، ولا انت عايز نزعلك؟ فريد انا بحبك. عشان خاطر ياسر ما تصعبهاش عليا اكتر من كده. انا فعلا بعزك بس كأخ وصديق، وبعدين انت مثلي الاعلى في الشغل، ده انت اللي معلمني كل حاجة لحد ما بقيت أنا وأنت ماسكين قسم الشبكات كلها. يعني أفهم من كده إيه؟ مفيش فايدة؟ هو أنا اللي مفيش مني فايدة، بس إن شاء الله ربنا هيبعت لك اللي أحسن مني، اللي تستاهلك وتستاهل حبك ليها. أما أنا هسيبك براحتك يا فريدة، بس يا ريت تحاولي تفكري تاني بعد إذنك. ايه يا سلمى، ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ وطنط كويسه؟ كنت عايزه بس اعدي عليها النهارده عشان اديها فلوس كفاله اليتيم بتاعت كل شهر. هتتصرف ازاي؟ متقتليش هم، ان شاء الله ربنا هيصرفها من عنده. يا ما قلتلك بطل بعتره يمين وشمال. بعتره؟ انا ببعتر يا سميحه؟ هو انا بصرف على حد غيرك انت والبنات؟ نصرف بالعقل، مش كل ما بنت تطلب حاجة تجيبها لها وخلاص يا إبراهيم. لو قلت لك يا سميحة ربنا هيسهلها إن شاء الله. هيسهلها إزاي؟ هتبيع بنت من البنات؟ ولا هتطوعي حسن الضبع وتخش السجن؟ ما تقومي تعملي لنا لقمة نفطر بدل ما أنت قاعدة تأنبي فيا كده، أنا على لحم بطني من إمبارح. يا حبيبي يا أخويا، حالاً. حالاً والفطار هيبقى جاهز. اتفضلي يا طنط. حبيبتي عقبال كل شهر، بس ده لسه بدري قوي على اول الشهر. انت عارفه بقى زحمه الشغل اول الشهر، فخفت اسقط الحوار. اسقط الحوار؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قصدها تنسى يعني يا ماما. ما انا عارفه يا لمضة، انا بس صعبان عليا لغتنا الجميله اللي قعدت ادرس فيها طول عمري تتبهدل بالشكل ده. سليمه اخباره ايه؟
يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يجيبه بالسلام. يلا على المطبخ حضري لنا الغدا واعملي حساب فريده معايا. لا لا، تعمل حساب فريده ايه؟ ده انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم اجري. عن اذنكم، باي باي. باي باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا سلام. كنت حاسة ان انا اشوفك. انت كويس؟ كويس اوي. طب خلي بالك على نفسك. انت كمان. مالك يا سليم؟ ابراهيم، يا ابراهيم قوم يا ابراهيم قوم. خير يا سميحة؟ في ايه؟ الساعة جت 9. لا يا دوبك العشاء لسه مقدنة. حرام عليك يا سميحة، بتصحيني ليه طيب؟ أنا مش قايل لك صحيني الساعة 9 عشان عندي وردية لحد الصبح. قوم، أم رحمة بره عايزاك. عايزة مني إيه أم رحمة؟ جاية تخطبني منك؟ تخطبك إيه بس يا إبراهيم؟ بنتها الصغيرة عيانة وعايزاك تبص عليها. قوم يا اخويا قوم، دي وليه غلبانه ومتعشمه فيك. طيب هعملي لي قهوه على مغسل ايديا وطهاره واجي لك. ماشي، ما تتاخرش. انا مش فاهمه ايه الافتراء ده، يعني انت تخاطر بحياتك عشان تمنع الاشكال دي فيسيبهم هم ويحققوا معاك انت؟ معلش يا بنتي، ان شاء الله التحقيق يطلع صوري كده وخلاص. ما تقليش، اللي فهمته من المامور ان صاحب العربيه ده طايله وهيج الدنيا عليا خلاص. قوم يا ضنايا، قوم نام وارتاح شوية، انت جاي تعبان من السفر عشان بكرة ما تروح التحقيق تبقى فايق كده ومركز. يا ستي خلاص مش فارقة، اللي يحصل يحصل. بقولك ايه سيدي، بص انت تاخد ماما معاك وانت رايح التحقيق وتعمل لهم حبة من بتوع ابني يا سعادة الظابط ما عملش حاجة، وصدقني محدش هيكلمك خالص. ايوه كده اضحك يا سليم وفكها، ان شاء الله خير. ان شاء الله، سيبي على الله. ونعمة بالله. بقولك ايه؟ يلا نروح ننضف الاوضه. انا مش الفلبينيه اللي حاجه جايباها. يلا بقولك امشي يا بنت من هنا. ما تخافيش يا رحمه حبيبتي، انت زي الفل وهتخفي وهتبقي حلوه قوي، بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحبه قب. يعني ما اديهاش مضاد حيوي يا اخويا؟ يا ست اسمعي الكلام اللي بقولك عليه، اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل ان شاء الله. يعني ما اديهاش دكتور يطمني على البيت؟ دكتور ايه بقى وانت شايفاني سمكري سيارات؟ وماله السمكري يا اخويا؟ ما ابو رحمه سمكري. خلاص يا ست بقى وديها لابو رحمه بقى، ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجه يبقى يرد لها الجرح على البارد، وبلاش ادويه بقى ولا دكاتره. مش القصد يا اخويا، بس انت يعني اسم الله على مقامك ممرض. يا ست ام رحمه انا تمرجي اه، بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجه لما اكون متاكد منها. فلوسك كتير بقى انت وابو رحمه وعايزه تغرمي، روحي وديها للدكتور، بس هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك ده بالظبط. خلاص يا ام رحمه اسمعي الكلام بقى. حاضر يا اختي حاضر. وليك عليا يا ستي، لو ما ارتحتش على الدواء ده وخفت باذن الله انا هوديها لك اكبر مستشفى في مصر على حسابي. ربنا يخليك لينا يا اخويا وما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا ام رحمه، ما تقعدي تخرطي لك شويه كوسه مع سماح. لا يا اخويا عندي محشي. السلام عليكم. يلا بنتي يا رحمه. يلا بنتي. حلوه رحومه يا عسل. مع السلامه. سلام يا حبيبتي. مين سماح؟ ها؟ مين سماح؟ تعرف واحدة اسمها سماح غيري؟ والله الواحد دماغه مقلوبة، أنا صاحي من النوم مش دريان بحاجة يا سميحة. إلا وأنت بتحشي الخيار يا سميحة ولا إيه؟ أعمل سلطة. شفتي بقى الناس الواحد يخدمهم وهم يهزقوه. معلش حقك عليا، أهو كله بثواب. أنت فاكر إن أنا زعلان يعني إن أنا مش دكتور؟ لا ولا زعلان ولا حاجة، الحمد لله. أنا عارفة انك كنت جايب مجموع كبير في الثانويه العامه، وان لولا ابوك الله يرحمه كان زمانك دلوقتي دكتور قد الدنيا. يا ستي والله ما زعلان ان انا مش دكتور، ده انت لو جيت المستشفى عندنا وشفت الدكاتره ومرتباتهم عامله ازاي وحالهم عامل ازاي
هيصعبوا عليك، هتقولي التمرج ده رحمة، هيبقى أنا يعني ناقص كده تطلع 20 جنيه من جيبك وتديها للدكتور منه. طيب اضحكي كده يا شيخة. والله يا سامحة ما بيهون عليا هموم الدنيا دي إلا ضحكتك. تسلم لي يا حبيبي. صحيح، أنت هتعمل إيه مع حسني طبعا؟ طبعا يا فندم معاليك عارف كمية الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك أنا مش ممكن أغير موقفي أبدا. الفاسد لازم أفضل وراه لحد ما أكشف فساده وأدفعه الثمن. تحت أمر معاليك يا فندم نأجل الاستجواب لحد ما حالك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الأطراف هتبقى مبسوطة. وبعدين يا سليم؟ يا عماد بيه العربية كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربية دي؟ سعادتك عارف. عارف انها هربت. معنى كده ان مفيش قضية. وبعدين يا اخي انت راح تفتش عربية ليها حصانة من غير ما تأمن نفسك. ده كلام يا حضرة الضابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام. يعني اكيد جايين بمخدرات. وتميم اكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده. حتى لو. انت ما عملتش شغلك مظبوط. وهم موقفهم القانوني سليم. وبعدين يا اخي انت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان. الضرب ده بيسمع في كل حتة يا حضرة الضابط. انت مش عارف اللي بيجرى حوالينا. الناس كلها حطانا في دماغهم. يا باشا انا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله. افتكرته. واحتمال. وجايز انه. انت ضابط مباحث. تقديراتك لازم تبقى سليمة 100%. احنا مش بنقرا الكف. عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر. شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. انا هكتفي بس بلفت النظر وتاخير الترقيه ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكره الصبح تقدم مخلاق طرف، وبعد بكره تستلم في اسم العمرانيه. واحمد ربنا ان ما نقلتكش الصعيد. سيادة الوزير مش عايز حركة كتير. ضابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثة ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا أستاذ. مش عايز مشاغبة تاني. أوامر سعادتك. اتفضل. الضابط اللي خرشمك خد جزء نقل عشان تعرف ان انا رجالتي محدش يقدر يقرب منهم. جزا ده كان هيموتني يا باشا. يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه. وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه. يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني يعني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا. واسم العمرانيه مش بعيد. بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها. ما تعرفش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا. أما إنك بني آدم غريب صحيح. حد يزعل إنه مش هيتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا؟ شكله كده كان مبسوط وهو بعيد عننا يا ماما. أنا بس كنت كمان مش فاهمة حاجة. أنت عارفة كويس إيه اللي مضايقني. النقل ده لو كان جه في ميعاده مظبوط كنت مبسوط. بس ده جالي الجزء بيعاقبوني عشان بشوف شغلي. بس شفته غلط. شفته غلط ازاي يعني؟ عشان مسكت لهم شويه عيال صيعه. حصل ايه بقى لما اتسرعت ومسكت شويه الصيع؟ العيال الصيع دول طلعوا وانت اللي اتاذيت. صح عندك حق. كانش وقته خلص يا ماما الكلام ده. امال وقته امتى بقى؟
لما يخش السجن ولا يتأذي. بعد شر امه ما تقوليش كده. ده ابني الوحيد، انا ما حبتيش غيره في الدنيا. وبعدين بقى الحق ما يزعلش، ما انا طول عمري بشتغل، عمري ما غلطت مره واحده. ايوه ماما معلش، لما تكوني ناظره في مدرسه غير لما تكوني ضابط بوليس خالص. خدي دخلي له الطبق ده، بس اوعي تقولي له ان انا اللي عملته. يعني مش واضح. حاضر اسف. يا معلم ما انا قلت لك اصبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي. ما انا مش فاضي، عندي فرح في طنطا. بعدين الموضوع مش محتاج تاخير. مش محتاج تاخير ازاي؟ دي جنايه. وصولات الامانه اللي عليك ما هي جنايه برضه يا ابو خليل. كده برضه يا معلم، هي دي اخره العشره والجيره؟ عايز تحبسني بوصولات الامانه اللي عندك؟ احبسك ازاي؟ تف من بقك الله عين، احنا جيران واخوات. وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومه. يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص. دي عهدة يا معلم، عهدة بستلمها بتتسجل في دفاتر، واللي بيفيد منها واستخدمه برضو بيتسجل في دفاتر، مش سبهللة يعني. ما هو عشان مش سبهللة بندفع فيه شيء وشويات. طب والفوارخ؟ هرجعها لك أول ما أخد اللي جواها، ماشي يا عم؟ ما ينفعش يا معلم، ما ينفعش. أرجوك تفهم بس الحكاية، الفوارخ دي يا معلم اللي أنا بديه لأي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضو. طب خلاص اسحبهم لي أنت في سرنجات وخلي الفوارغ عندك. اظن كده بقى مالكش حجه بقى. بتلم هدومك ورايح على فين يا سليم؟ انا كده هبدا اصدق بقى انك عايز تمشي وتسيب البيت. امشي اروح فين يا بنت انت هبله؟ رايح اخلي طرفي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق ارجع بكره. طب هو انا ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ دقيقتين، ساعتين، يومين، اهري براحتك. يا بنت انت مفيش زيك في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت اللي مفيش زيك خالص. عايزك تتاكد ان انا وماما عارفين كده كويس قوي. احنا بس خايفين عليك. تخافوا عليك؟ خلاص بقى، اللي تخاف منه حصل خلاص، مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا. انا خلاص هتجوز مش هتشوف وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت وما لكيش دعوه. معني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلح حبتين. هو من ناحيه كلح فهو كلح، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنب الخرابي. يا بنت اتعلمت البكش ده فين؟ والله ما بكش يا سليم، لو سمحت ما تزعلش من ماما. انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش عايزه يومي برضو. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حياتي. يا قصير انت. لا 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 الله. محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه. والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ أنا شهدت في التحقيق اللي حصل. رصاد الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس، عايز منك خدمة. أمرني يا باشا. فاكر العيالين اللي احنا شفتهم في الكمين؟ أيوة يا فندم. لو شفتهم هنا تاني أعرف لك كانوا فين وبيعملوا إيه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطة دي فيها بلوفرين على كام كوفية، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساك الساعات خليه يلبسه. تشكر يا ابن الرسول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي جاب الدواء ده عندك في الأوضة؟ إيه ده؟ أنت بتفتشي في أوضتي ولا إيه؟ لا أنا ما كنتش بفتش في أوضتك، أنا كنت بوضب الأوضة ولقيته في الدرج. ماما أنا قريت نشرة الدواء ده، أنا عرفت إن هو دواء للقلب. أنت عيانة؟ لا يا بابا مش عيانة ولا حاجة، أنا تعبت شوية، رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وأنت إزاي تخبي علينا حاجة زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. جرايه يا بت، أنت بتهدديني بأخوكي ولا إيه؟ أخوكي ده ظابط على نفسه. أنا ما بهزرش على فكرة. بس أنا بقى بهزر. أوعي يا حبيبتي الكبير يسيرها لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما أنا لازم أقول له. إيه يا بنتي يا حبيبتي ما يبقاش مخك ناشف. احنا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش اخبي عليه حاجه زي دي. هيعمل لي ايه يعني؟ هو انا عيله صغيره عشان يعاقبني؟ عشان خاطري، عشان خاطر ماما. اوعي تجيبي سر للواد ده لما يجي، هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا، بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك.
الا والله هقول لسليم على كل حاجه. يا جدع ما تبقاش مجنون. انت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وانت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته اللي رايحه جايه على الطريق، انما حق انا هعرف اجيبه. يا ابني اقل ده ظابط. والله لو كان وزير الداخليه ليا حقه هجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا، صباح الخير يا باشا. سلم. يا ابو سمر الزبون نزل من بيته. يا انا كنت عارفه ان مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير. هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما، وبعدين انا قلت لك ان انا قابلته بالصدفه، ما لحقتش حتى اقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي. الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي. تقدري تقولي لي عملتي ايه مع ياسر؟ ما عملتش حاجه، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق يا بنتي؟ ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي، وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني وموافق ان انا اشتغل. الله العظيم انت مجنونه يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيبي ماما، انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي، ربنا يهديك. انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جهاز سليم بيه؟ مش جهاز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا نقلوك في حته تليق بيك؟ ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه دايره الاسم عندنا، الحته كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف بالذات دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني، وما لحقوا. بص اي ضابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره، وانت ما شاء الله سمعتك سباك، زمانهم عاملين لك الف حساب من قبل ما يشوفوك حتى. سعادتك ما انت عارف بس صيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا مريضتك ايه. بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم، بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره هنا لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم. تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المامور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد، عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها نورت اسم العمرانيه يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني تلاقيه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك، اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا لا مؤاخذه يا باشا، ما فيهاش مرضيه. انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي مع سليم بيوري له مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معاه، انت النهارده راحه من الشغل. اوامره تتنفذ. اوامر يا باشا. يلا. اتفضل يا سليم باشا. على اذنك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت لي اسمها باشا مصر، وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل اما اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا، يعني هتعرف دبه النمله في الدايره من قبل ما تحصل، كان سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو انا مش قاعد على المكتب عطله يا زناتي، انا بحب اشوف شغلي بنفسي، وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قلت. العفو يا باشا مصر، اوامر. بس لما قصدي يا باشا الشغل هنا غير، ومنطقتي كلها لبش ورش وانا اضرب بيها. وانا ظابط مباحث مش مدرب بالي يا زناتي، واكيد انت سمعت عني زي ما بتقول مش كده ولا ايه؟ طبعا يا باشا.
ماشي يا زنيتي، هات لي بقى القواضي المتعلقه والمحاضر اللي ما اتعملش فيها حاجه عشان نبص عليها. اوامر يا باشا مصر، بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زنيتي. اوامر يا باشا. تمرني بحاجه تانية يا سعادتك. اوامر يا باشا مصر. لو قلنا يا زنيتي صحيح تحتها بسعادتك يا باشا. وانت اسمك زنيتي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسم الثلاثي الموظف باشا تطلع لي باسبور ولا ايه؟ عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم ها؟ زينهم يا باشا. تمام اتفضل. اي امر يا باشا مصر. اقفل الباب وراك. امر يا باشا مصر. الو يا ابو الانوار، صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك ما لقيتكش. لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره. لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب.